حياكم الله إنما كنتم مشاهدين الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. قال عضو الغرفة التجارية الإيرانية العراقية المشتركة حميد حسيني إن صادرات المنتجات الإيرانية إلى العراق في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي أظهرت نموا بنسبة 35% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأضاف حسيني أن صادرات إيران إلى العراق ستصل إلى 12 مليار دولار خلال شهر آذار المقبل. وكان الملحق التجاري بالسفارة الإيرانية في بغداد قد كشف عن أن صادرات بلاده إلى العراق بلغت أكثر من 10 مليارات دولار خلال العام الماضي. أكد خبراء في الشأن الاقتصادي أن فرض حكومة السودان قيوداً جديدة تعقد استخدام الدولار في سعيها لضبط السوق السوداء يعد مفارقة في بلد غني بالنفط وفي رصيده احتياطات هائلة بالدولار. تسبب فرض السلطات في العراق قيوداً في إطار تعزيز الرقابة المصرفية امتثالاً للقواعد الدولية التي تفرضها واشنطن، تسبب بتعقيد الحياة اليومية للسكان، كما أعلن البنك المركزي العراقي عن حصر بيع التعاملات التجارية وغيرها بالدينار العراقي بدلاً من الدولار داخل البلاد. قالت مصادر أردنية رسمية إن الأردن في منأى عن التأثر حالياً بالاضطرابات التي يشهدها مضيق باب المندب وارتفاع درجة المخاطر التي تبديها شركة الملاحة البحرية العالمية نتيجة اعتراض السفن المارة والمتجهة إلى موانئ قوات الاحتلال الصهيونية. وأضافت المصادر أن معظم واردات الأردن من السلع تأتي من خلال قناة السويس، لا سيما ذات المنشأ الأمريكي والأوروبي وبعض دول آسيا والبحر الأسود، فيما تأتي سلع من بعض الدول من خلال مضيق باب المندب. وبيّنت أن مخزون الأردن الغذائي حالياً آمن ومريح، حيث يتم الاستيراد من عدة بلدان، إضافة إلى سرعة إجراءات التخليص على البضائع الموردة وكذلك وجود إنتاج محلي لبعض السلع الأساسية. دخل الاقتصاد البريطاني في حالة الركود استناداً إلى بيانات رسمية أظهرت انكماشه في الربع الثالث من العام الجاري. وأفاد مكتب الإحصاء البريطاني بأن الناتج المحلي الإجمالي انكمش بنسبة 0.1% في الربع الثالث بعد استقرار لافت في الفصل السابق. وذكر المكتب في تقديراته أن الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني لم يحقق أي نمو في تعديل نزولي عن تقديره السابق بأنه سينمو بنسبة 0.2%. صعد الذهب إلى أعلى مستوى له في أكثر من أسبوعين مرتفعاً للأسبوع الثاني مع تراجع الدولار وعوائد السندات الخزانة الأمريكية. وارتفع السعر الفوري للذهب بنسبة 0.4% ليتجاوز 2052 دولاراً للأونصة، وهو أعلى مستوى له منذ الرابع من شهر كانون الأول، مما يضعه في طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة 1.7%. وأجرت تسوية العقود الأمريكية الآجلة للذهب مرتفعة بنسبة 0.9% إلى أكثر من 2069 دولاراً. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن. We'll be right back.
نهاية الموجز الاقتصادي في أمان الله.